حر بقى لو ما دخلهاش او طلعتها انت حر. ماشي يبقى القاعده الثالثه بقى، يبقى الاولانيه جبنا عليها اكشن بوتنشال، الثانيه المصطلحات اللي هستخدمها في مين؟ الاكشن بوتنشال. ايه الثالثه؟ الثالثه بقى يا سيدي الثالثه الا وهي لا المذكره والكتاب والله ما الا وهي مين؟ الجيتد شانل. برضه مش مكتوبه بالطريقه اللي عملها لك دي. الجيت الشانلز مش مكتوبه بالطريقه دي لو سمحت. الجيت عندي نوعين من الجيت الشانلز، فولتج صح؟ وكيميكال. ماليش دعوه بقى بالكيميكال دلوقتي، سيبك منها. خلينا في الفولتج. يعني ايه فولتج؟ يا بنوات ليها بوابه بتفتح بتقفل بايه؟ بتقفل بتفتح بايه؟ بالكهرباء ولا لا؟ تعال نشوف بقى اسمائهم ايه. عندي واحده لمين؟ الصوديوم واحده للبوتاسيوم. مش عايز كلام يا جماعه. الكلام ده مش موجود في الكتاب برضه بالطريقه دي. انا هتكلم اثناء الرسم، اثناء ايه؟ يا جماعه بسمع كلام ليه؟ سامع صوت ليه؟ اثناء الرسم. دي قناه الصوديوم. الفولت ماليش دعوه بالليكج. في قناه هي ليكج اهي. منقطه دي. دي مفتوحه على طول ماليش دعوه بيها. يبقى انا عندي لحد دلوقتي في ليكج الشانل موجوده في السيل ميمبرين دي مفتوحه على طول ماليش دعوه بيها خالص. وعندي الجيت، الجيت دي بقى يا باشا ايه؟ ها؟ بتاعت الصوديوم عامله كده. مقفوله من بره ومفتوحه من جوه. هل في صوديوم يعرف يدخل؟ ليه؟ مقفول. طيب بتاعت البوتاسيوم اهي. بتاعت البوتاسيوم ملهاش الا جوه واحده. مقفوله كده ولا مفتوحه؟ يبقى انا عندي كام شانل ليك جيت دلوقتي؟ اثنين. واحده لمين؟ واحده لمين؟ واحده للصوديوم واحده لل الصوديوم ليها كام بوابه؟ اوتر و انر. اثناء الريست مين اللي قافله؟ الاوتر. هل في صوديوم يعرف يدخل؟ تمام. اثناء الريست البوتاسيوم له كام واحده؟ واحده بس. مقفوله ولا مفتوحه؟ مقفوله. في بوتاسيوم يعرف يخرج؟ لا. طب يا دكتور بعد اذن حضرتك هستسمحك في حاجه. خير السن كل الشانلز الموجوده في السلم بريف عشان ابقى مرتاح نفسيا اثناء الريسك وبوريها لي ازاي هتشتغل اثناء الاستنجريشن. بص بقى يا سيدي ده تجميع لكل الحاجات اللي موجوده عندنا عشان نعمل جماعه كده تاني. دي قرارات اسمها ايه؟ ليكج. عندي واحده لمين واحده لمين؟ واحده للصوديوم واحده للبوتاسيوم. يبقى واحدة لمين واحدة لمين؟ هكمل دي بس وهكمل في الاستفادة. واحدة للصوديوم واحدة للبوتاسيوم. مفتوحة اثناء الريست ولا لا؟ دي الفيش. طيب الثانية بقى جيت هتكلم الأول على الفولتج. جيت صوديوم شانل معموله اثناء الريست ازاي؟ مقفوله من بره ومفتوحه من جوه. ليها بوابتين اهو. طيب شد كمان خط. دي مين؟ بتاعت الفولتج جيت ايه؟ بوتاسيوم. مقفوله من جوه فقط. طيب هل بس دي القرارات الموجوده؟ لا كمل. في هنا حاجه اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم فاضي. اثناء الريست شغاله ولا واقفه؟ اثناء الريست ايه؟ شغال. يبقى دي فريست شغاله والليك جي شغال. امال الليك امال الجيدد نوت اكتف. دي كل القرارات اللي احنا خدناها. الكيميكال جيدد مش كل الخلايا ومش كل الاعصاب موجوده فيه. سيبك منها. يبقى ده الاحتمالات اللي عندي. اي خليه عصبيه او عضليه او خليه قلب فيها ثلاث حاجات. الليكج مفتوحه ايه؟ مفتوحه طول الوقت. البامب شغاله طول الوقت. الجيدد زي ما رسمتها لك اثناء الريست وقت. له كلام؟ طيب دي القاعده رقم ثلاثه. ماشي؟ طب نكملها بقى. اثناء الاستيميوليشن، يعني ايه استيميوليشن؟ حصار. مين اللي بتشتغل؟ الجيتد ولا الليكج؟ يعني ايه جيتد؟ لها بوابه. يبقى ديورنج معلش يا جماعه ديورنج استيميوليشن
مين اللي شغاله؟ الجيل. ممتاز. طب مين الاسرع؟ الصوديوم. مش بحرف الصاد؟ فهي سريعه بالاكل والفتح. اما البوتاسيوم حرف ب فهي ايه؟ بطيئه بالاكل والفتح. يعني ايه الكلام ده؟ بص، شايفين الباب بتاع القاعه دي بيتفتح ويتقفل في ثانيه، في مقابل ان حضرتك البوابه بتاعت العماره كلها، او يعني فرض انا واقف على الباب ده وزكريا واقف على البوابه اللي هناك، وحد ادانا صفار قال لنا يا جماعه افتحوا واقفلوا، انا هفتح الباب ده واقفله قبل ما يكون هو ايه؟ قبل ما يكون هو لحق يفتح الباب الكبير ولا لا؟ اه بالظبط. الصوديوم اتشال بتفتح وبتقفل قبل ما تكون مين فتحت؟ قبل البوتاسيوم. بس الاثنين مع بعض في نفس الوقت ولا لا؟ كان يعني الصوديوم والبوتاسيوم لو اديت اشاره عصبيه او اشاره كهربائيه الاثنين هيفتحوا ولا لا؟ الصوديوم هتفتح وتقفل ويكون لسه البوتاسيوم ايه؟ بتفكر تفتح. بطيئه جدا. وصلت؟ طيب القواعد دي فيها مشاكل؟ هنلم بقى الكلام ده كله ونقول الاكشن بوتنشال يعني. ما كانش ينفع اشرحه لك او اشرحه لك ورا بعض هتلاقي الدنيا ظلمت. تمام؟ بس اكتبوا لي ده ايه ولا صوروا لي ثانيه.